السلام عليكم مشاهدي قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا المباشر الجديد من بديش الدار البيضاء. كما عودناكم مشاهدي الكرام اننا كنقول لكم اجواء مباشرة من شوارع المدينة الاقتصادية صباحا يوم ثلاثاء كما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام. كتشاهدوا معنا مشاهدي الكرام صباحا يوم ثلاثاء حركة كبيرة بشوارع المدينة الاقتصادية. كيفما عودتنا المدينة المليونية بنشاطها الحركي بنشاطها المروري، يعني السحام في بعض الطوموبيلات ماشي غريب على مدينة الدار البيضاء، خصوصا مع انتهاء العطلة الصيفية الدخول المدرسي وبداية الموسم الدراسي الجديد. كنعرفو ان الطريق ترجع عامرة، يكون في بعض الطوموبيلات كما كنسمعو كنشاهدو على المباشر. الشوارع الرئيسية لمدينة الدار البيضاء كتكون عامرة طيلة النهار طيلة اليوم، خصوصا أوقات الدروة اللي هو 8 12 6، هاد الأوقات هادو اللي كيكونوا الناس خارجين من الخدمة، الناس خارجين من القراية ديالهم، كيكون واحد اختناق مروري في شوارع مدينة الدار البيضاء. اللي نوجه واحد الرسالة لمستعملي الطريق، لا مصحاب دراجات، مصحاب سيارات، لا أصحاب لا مستعملي الطريق كذلك، انهم يشوفوا الحذر ديالهم، يمشيو شويه عليهم في اخر المطاف. كلشي غادي يوصل، ما عنده لا شي تزاحم، ما عندوش لا شي تسابق مع الناس الاخرين. ما بغيناش الله يستر شي خسائر ماديه او خسائر بشريه لا قدر الله. الانسان يمشي شويه عليه، يحاول يتجنب ماء ممكن خطر، ووسع خاطرو في الاخير. كنعرفوا الطريق، كنعرفوا السكريز ديال الطريق، كنعرفوا السحام ديال مدينة الدار البيضاء شنو كيطرا فيها. يعني يوسع الانسان خاطرو، يمشي بشوية عليه، يحاول ما يقطعش راسو. شي يتسامح مع شي، خاص يدوز ديك الوقيته ديال الطريق بشوية، ونحتارمو قوانين السير، نحتارمو الاشارات، نحتارمو علامات التشويق. نعرفوا ان مدينة الدار البيضاء كتعتبر اكثر المدن اللي فيهم نسبة حوادث السير مرتفعة، يعني نتمنوا ان شاء الله ان هادشي يتغير وتنخفض نسبة حوادث السير. نعرفوا مدينة الدار البيضاء خاصها تكون مثال لجميع المدن، اعتبارها مدينة مليونية ومدينة اقتصادية. حنا مكرهناش كاع المدن متكونش فيهم حوادث السير وتكون نسبة منخفضة. يعني مشاهدينا الكرام اننا كنحاولوا نقل لكم اجواء مباشرة من شوارع مدينة الدار البيضاء، المدينة الاقتصادية، نشاط حركي، نشاط مروري وحركي كبير في هذا الشوارع مدينة الدار البيضاء. أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة وحسن التفاعل ديالكم. نتمنى أننا كنقل لكم الصورة، كنقل لكم أجواء أحسن صورة. نتمنى مشاهدينا معي أن نودعكم، نلتقى إن شاء الله في مباشر آخر. إلى اللقاء.